السلام ورحمة الله يا شباب. في على واحد من المتابعين قال لي كم يعطيك فريمات على اولترا سيتنج، يعني اعدادات اعلى اشي على شاشة 2K. انا ما عندي 2K، انا عندي فول اتش دي. كارت شاشتي 2070 ار تي اكس 2070، المعالج بتاعي من انتل اي كور اي 7 9700 كي، عندي 32 الرامات. فهي الاعدادات هون كل شيء عندي على الترا، حتى الرندر سكيل برضو انا مخليها على 120، هي لازم 100 يعني متناسقه مع الشاشه، يعني 100%. اما 120 هيك انت تعطي فوق قدره الشاشه 120%. فمع هيك نحن اتفقنا على الترا سيتنج، فراح اخليها الاعلى شيء. مثل ما كم شايفين كل شيء الترا، فعل الشاربنن الشحذ يعني تعطيك جرافيك احلى شوي، كل شيء عشان يعني تشيل الغباش. الفيسنج هاي ما لها داعي، هاي عشان اذا كان الكارت اقوى من الشاشه عشان تسوي توافق بيناتهم. موشن بلور برضو ما راح افعله، ما حد ولا واحد يستخدمها. فمثل ما شايفين، فخلينا ندخل جيم ونشوف شلون الاداء بالله على شاشه فول اتش دي، الكارت الشاشه والمعالج بتاعي. فيلا اكيد راح ادخل لنا تي دي ام، مع انه بالتي دي ام فريمات اقل. فخلينا نلغي هالفكره وندخل جيم عادي سولو، ان شاء الله دخلنا ما يطول كتير. طبعا بين ما دخلنا عندي كم نصيحة لكم. الكل يقول والله الترا تنصح فيها؟ لا ابدا ما انصح بالالترا، ما في داعي. بنهاية الفيديو راح اعطيكم الاعدادات المناسبة للجرافيك اللي انا نفسي استخدمها، تعطيني اداء وتعطيني جرافيك وتعطيني فريمات جدا عالي. راح اجرب بس معاكم الفريمات على الترا سيتنج على اعلى اعدادات، بعدين راح اجرب معاكم الاعدادات اللي انا دائما استخدمها وافرجيكم كم الفريمات اللي يعطيني اياها، وافرجيكم انه صار بالاعدادات اللي انا استخدمها كرت الشاشه يعطي فريمات اعلى بكثير من ما شاشتي تتحمل. فشاشتي 144 فريم. فاسع دخلنا الجيم وافرجيكم شلون راح يكون الوضع. قبل ما دخلنا في الخاصيه هاي شرحتها من قبل، تفتح كل شيء فيفتح لك سكنات وكل شيء، فافتحها وجرب بنفسك. هسه نشوف مثل ما شايفين بالزاوية من فوق الكرت، بعدين يجي المعالج وبعدين يجي الفريمات. عندي انا هون الكرت الحرارة والاستخدام، عندي المعالج الحرارة والاستخدام، وعندي الرامات قصدي الفريمات. مثل ما شايفين ينزل للمية يطلع للمية وخمسة وعشرين. فخلينا بس ندخل جيم يطلع 110 111 112 113 115 117. صوت الهاتف رسالة. يلا نلعب هيك شوي جيم نشوف، يعني اسعى الحرارة راح ترتفع وكل شيء، فبده وقت. طبعا لا زالت الاعدادات الترا يا شباب، لا زالت الترا، لسه ما غيرت فيها شيء ابدا ولا راح اغير فيها. هاي الرندر سكيل تعطيك دقة جرافيك أحلى، لكن 100% هي المتفق عليه يعني بصراحة، يعني 100% هي نفس يعني الشاشة، يعني 1920 1080 لازم تكون 100% دائما. يعني إذا أنت تعليها أكثر من 100% يعني أنت تخليها تعطي فوق قدرة الشاشة. ف شيء يعود إلك، كارتك، معالجك، إيش قوتهم. بدأت طفي الصوت، ننزل بمكان ونشوف شلون الأداء بالله. أنا أقول متوسط الفريمات، شايفين شلون 160، ما بعرف يعني 166 170، حلو والله، ما توقعت هالشي من الكرت اللي عندي. 160 ما بعرف، لأنه يعني احنا لسه ما نزلنا الأرض. خلينا ننزل هناك ونشوف 200. أوه ايش اللي يصير؟ نزل 95. شوف شوف على السماء ترتفع، نزل لتحت يروحوا كل الفريمات. ما بدي حدا ينزل معاي، ما بدي فايد، بدي اشوف انا بس الفريمات يا شباب. انا ما بدي فايد، ما بدي فايد، بس بدي اشوف الفريمات واطلع وخلص، شوف اداء الكرت مناطق مختلفة ولا هيك شيء. لعبة سريعة ما لاحظ أي فرق بين الأداء، بس مع هيك ما أنصح فيها الشغلة هاي.
اخي والله لفلاتهم ما بعرف. المهم ما عندي لا خوذه ولا درع، هذا هو. المهم الفرمات مثل ما كم شايفين 110 لتطلع 120 على الترا سيتنج. طيب نطلع وخلينا نجرب الاعدادات اللي انا دائما استخدمها كل الجيمات، اللي انصح انا فيها نفسي انصح فيها الاشخاص اللي عندهم كروت يعني شوي قويه ويحبون الجرافيك ويحبون الاداء وكل شيء، وهي هاي هي الاعدادات. خلنا دخلنا جيم بسرعه منيح. الاعدادات اللي انا نفسي انصح فيها سافرجيكم اياها، انا دائما استخدمها ترى ما استخدم غيرها بصراحه. سان هوك اولا، هاي دائما اخليها 100%. هون عندي بس الانتي الايسنج او التنعيم احطه عالي، احط التكستشر متوسط، الفيسنج انا خليني اطفيه عشان اعطيكم الاداء الحقيقي لكرتي. انا هيك بكون اعداداتي نفسها اللي استخدمها. هذا نشوف شايفين الفريمات 200. بس بدي اقول لك انت لاحظت فرق بين الجرافيك قبل وبعد؟ شفتين ملاحظ فرق شيء 200 فريمات. شوف الجرافيك ما احلى، ما في فرق ترى هالملحوظ يعني. بس بعض المناطق تلاقي فرق شيء بسيط، بس اذا بدك فريمات وبدك اداء وبدك جرافيك فانصحك بهدول الاعدادات. مثل ما قلت لكم التنعيم عالي، جوده الاسطح متوسط، والباقي كل شيء منخفض جدا. فريمات بال 200 اذا كرتك RTX 2070. هاي هي اعداداتي يا شباب. خلينا بس يدخلنا اللوبي الجيم عشان نشوف الاداء الحقيقي للفريمات والكرت والمعالج. شوف يعني الحراره لحد الان بالسبعينات تاع الكرت، تنزل لل60 لانه اسعنا غيرت الاعدادات حطيتها اقل. فلا ننسى انه الحراره بالجيم يعني تاثر كثير على الاداء، تخلي اذا ارتفعت الحراره وصلت ال80 فاكيد راح يقل اداء الكرت، راح يقل اداء المعالج بنفسه، راح يسوي هالشيء الكرت والمعالج عشان ما ينضربون او عشان ما يطفون. لكن هالشيء برضه يساعدك انه يعطيك فريمات اعلى بالجيم، ف يعود لك. انا سويت لك في هذا الفيديو، شوف بنفسك ايش اللي يناسبك. طبعا هذول اعداداتي ليك، ما الاحظ اي فرق بين الجرافيك بين الالترا والاعدادات اللي انا حاليا مطبقها على الجيم. شوف انت بنفسك ايش اللي يعجبك، اكتب لي بالتعليقات ساعدتك هالشي ولا ايش. البعض يحط كل شيء فيري لو، انصحك انك تحط اعداد تكستشر فيري لو عادي، لكن الانتي الايزنج التنعيم انصحك بشده انك تحطه عالي، ما تحطه ميديوم ولا منخفض ولا منخفض جدا، لانه على المسافات اللي شوي بعيده راح يصير يعني ما راح تقدر تميز بين اللاعب ولا شيء ثاني. ف انصحك بشده انك تخليه عالي عشان تميز على المسافات البعيده بين اللاعب والشجره ولا ما بعرف ايش. فيري لو يخرب عليك الرؤيه بشكل مو طبيعي والله، لكن إذا تعودت عليها يعني خلاص تعودت عليها، بس برضو يضل صعب. بس نحن بالجو فالفريمات تنزل أسعب، بس وصلنا الأرض بين الأداء الحقيقي للكرت. ما بدي أنزل أنا وأموت من أولها. الفريمات بلش تطلع، حبيبي هذا جاي واحد معاي انا بلعت. فريمات تقريبا 200. شايفين ايش الفرق يا شباب؟
عشان البعض يلاحظ من التقطيع ليش ياخذ الكوب، لانه مع الاعدادات اللي انا احطها يصير يعطي كت شاشه اكثر من ما تحمل الشاشه نفسها. حاليا الفريمات 200 فالكرت فالشاشه هي نفسها 144 فريم فما تتحمل، فانا ايش اسوي بالحاله هاي؟ هالشيء راح يسبب لي تاخير مع ان الشغله تضرك ما تنفعك، لكن غصب عني عشان اقلل التقطيع وما ادري ايش يثبت لي فريمات على 144، فعلت خاصيه الفي سي فهالشيء يضرني. عشان هيك انا يا بدي اشتري شاشه فول اتش دي 240 فريم يا اما راح اشتري شاشه 2K 165 فريم عشان اخلص من خاصيه الفي سي. ما ادري اخذ ولا ادري ايش. I missed you three times. Oh my god. Oh, GG bro. GG. GG. سكرت صوت انا بدي اسمعه. قال missed two times. ضرب مرتين. اوه. ما ترفعت معاك ايش شراب بيت شراب نوف. خطرت بس مشان الدرع. تيك ايزي برو. انا فعل حاليا الفيسينج فمعدل الفريمات بدون ما فعلها مثل ما قلت لكم 200 وشويه تقريبا، خلينا نقول 200. فايش رايكم شباب؟ ايش رايكم؟ هذا وينه هذا؟ مش باش ولا انا حتى ما بدي ابوش. لا هاي في اف هاي. ما ينبطح يا اخي ما ينبطح ما ينبطح. شبيكم يا اخي شبيكم شبيكم الكل علي شبيكم. حتى الحرارة مستقرة وال ما يستخدم كثير من الكرت مثل ما كم شايفين. شوف بشرفك ايش الديسينج هذا الخرا، والله اقول لكم هاي الفيسينج راح تجلطني انا جلطه الفيسينج.
شوف شوف والله العظيم يعني التأخير مش طبيعي باللعبة والله. ترى لا تقولي لردة فعلك سريعة، مش ردة فعلك سريعة، هي الفيسنج اللي تأخرنا يا شباب. والله هي الفيسنج اللي جربها هي اللي تأخرني. فهاي مضارها الفيسنج مزبوط، ما في لا تقطيع ولا شيء، ردة الفعل البطيئة هي اللي تسبب لك المشاكل هاي. هذا كان كل شيء يا شباب، بتمنى هذه الصفات لايك شير اشتراك بدك اياه. السلام عليكم.